وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحق المحلية رأس مناسبة حفل تسليم وتسلم بين الحاكم السابق والجديد لإقليم بحر غزل. وحاكم ندي شرق الجديد يترأس اجتماعا تفكريا مع ممثلي الجمعيات المدنية والفعاليين الاقتصاديين ومناضلي الأحزاب السياسية بالمدينة. ومعهد الجوني تيجاني محمد الأول ينظم حفلا لتوزيع المتفوقين في جائزة خادم القرآن الكريم الشيخ الجوني تيجاني محمد الأول. السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من الفضاء الشادية من إنجمان ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية العربية لهذه الأمسية. ترأس صباح اليوم بمدينة مسروح حضرة إقليم بحر غزال وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي أحمد محمد باشر، ترأس مناسبة تسليم وتسلم بين الحاكم الإقليم السابق طاهر بركاي والجديد أحمد حسين مقني. تفاصيل المناسبة في تقرير زميل حسن جد عمر. وسط حشد كبير من أبناء إقليم بحر الغزال وبخاصة سكان مدينة مسرو، حضرت الإقليم شهدت ساحة الاستقلال للمدينة هذه المناسبة التي سلم فيها الحاكم السابق للإقليم طاهر بركاي قيادة بحر الغزال لخلفه أحمد حسين مقني، وذلك تحت أنظار وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي أحمد محمد باشر. مناسبة قدم فيها الحاكم السابق للإقليم طاهر بركاي خطابا قدم فيه الشكر لرئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو وكذا المسؤولين الإداريين والعسكريين إلى جانب سكان المنطقة على حسن التعامل معه طيلة فترة إدارته للإقليم. أما من جانبه حاكم إقليم بحر الغزال حسين أحمد مقني شكر فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو على تعيينه حاكما لإقليم بحر الغزال، شاكرا سلافه على الجهود التي بذلها لإنجاح جميع المشاريع التي تسهم في تنمية الإقليم. من جانبه وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي أحمد محمد باشر فقد طلب من الحاكم الجديد العمل على تنمية الإقليم والمحافظة عليه تماشيا مع الخطة الجديدة التي وضعتها الحكومة عبر النظام الحالي. قلنا له أولا قبل كل شيء يبدأ بتثبيت هيبة الدولة ويجبر الناس عشان يحترموا القوانين الجارية في جمهورية تشاد، ولا بارير أنا بوليس ولا أنا جندام ولا أنا إنس ولا أنا دوان ولا أنا أوفوري، بارير كيف ما في. كذلك أدينا تعليمات قلنا له ما نسمع أي مشكلة، يعني أنا قبائل ولا أنا بهائم ولا أنا زراعات في المنطقة أنا بالغزال. وفي الختام وقع الطرفان على محضر التسليم والتسلم إذنا بتكليف قيادة الإقليم لمحمد حسين مقني. احتفل ليلة البارحة مكتب الربط الاتحاد الأفريقي في تشاد بذكرى 55 بيوم إفريقيا، كذلك بحضور السفراء الأفارقة لدى البلاد وأمينة الدولة بوزارة الشؤون الخارجية. تقرير محمود حسن سمو. هزيمة الرشوة مسارا مستداما لتحويل إفريقيا، هذا هو شعار الذكرى 55 ليوم إفريقيا، لأنه هو يوم تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في 25 من شهر مايو عام 1963 من قبل الرؤساء الأفارقة في أديس أبابا بإثيوبيا، بحيث كان من بين أهم أهدافها آنذاك هو تحرير الدول والشعوب الإفريقية من السيطرة الاستعمارية وكذا التمييز العنصري. لذلك من أجل تخليد هذا اليوم فقد احتفل مكتب الربط للاتحاد الافريقي في تشاد مع مجموعة السفراء الافارقة لدى البلاد وعدد من المطوئين بهذا اليوم الخالد. سنحت المناسبة لمسؤولية هذا المكتب بقراءة رسالة رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي محمد أمام هؤلاء المحتفلين، والتي جاء فيها بأن القادة الافارقة وفقا لهذا الشعار فقد أعلنوا بأن يوم 11 من يوليو هو يوم الكفاح ضد الرشوة، لذلك فقد ناشدت الجميع سيما القادة بأن يحاربوا أفة الرشوة بكل عزم وتصميم. السيدة أليكس إنيامباي أمينة الدولة في وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي والتشادين في المهجر، وبعد إن أشهدت بإحياء هذا اليوم الذي يؤكد اهتمام الجميع بالقارة الأفريقية وبمستقبلها، فقد أكدت بأن هذا الشعار يتفق مع التزامات رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو غاضاة مصادقته على دستورها الجمهورية الرابعة، بحيث قال إن محاربة الرشوة والصرامة في تسيير الأشياء العامة وكذا تطهير الأموال العامة سيكونون ضمن أولويات الحكومة التشادية. فعيد سعيد لمختلف شعوب القارة الإفريقية بيوم إفريقيا.
عقب توليه مهام إدارة إقليم إنيدي شرق، عقد الحاكم تجن بردي اجتماع عمل مع ممثلي المنظمات والجمعيات المدنية والفاعلين الاقتصاديين ومناضلي الأحزاب السياسية ورجال الدين بهدف دراسة الاستراتيجية الجديدة لتنمية الإقليم. تقرير حسن جدامر. بهدف حث ممثلي الجمعيات المدنية والمنظمات غير الحكومية إلى جانب القيادات الإسلامية والمسيحية بإقليم إنيدي الشرق حول القيام بدورهم الكامل لتنفيذ الاستراتيجيات الجديدة والخطط التي وضعها حاكم الإقليم تكن إبدي بردي لتنمية منطقة إنيدي الشرق، جاءت هذه اللقاءات المتواصلة للحاكم مع هؤلاء، ذلك من أجل تبادل الأفكار والبحث عن الجوانب الفنية. وعليه فقد ذكر الحاكم الجميع بالتركيز والاهتمام بهذه الخطوة. ناس ديل دا ناس كولابراتور هم اوبراتور ايكونومي، هم بس بيساعدوا البلد. السياسي هم بس يودوا سياسة قدام، التجار هم بس يودوا تجارة قدام، السوسيتي سيفيل هم يراقبوا الإداريين شغل بيسووا، الآخر بيسوي شنو بيسوي كله يراقبوا. كلنا جينا سوا قلنا نلومهم كشفنا وايد وسلوبنا نربطه عشان إنيدي يستنوضوا قدام. تلمي أنا ريليجيون أنا ما ويدي ما نقدر نسي، أنت كلكم جيبوا كل مساعدة أنا. وفيما يتعلق بندرة المياه الصالحة للشرب في الإقليم، فقد دعا الحاكم رجال الدين وكافة أبناء إنيدي الشرق بالتضرع إلى الله عز وجل أن يمن على المنطقة بالغيث ويحفظ البلاد وقائدها من كل شر. استعدادا لانطلاقة الحملة الرابعة للمسح العام حول الظروف المعيشية للأسر وتقليل الفقر في شاد التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي بالتنسيق مع وزارة إدارة الأراضي، جاء هذا اللقاء التنويري مدينة آتية حول كيفية التهيئة من أجل كيفية التعبئة من أجل إنجاح هذه الحملة بحضور حاكم الإقليم. تقرير محمد طاهر جبريل الحور. الحملة الرابعة للمسح العام حول الظروف المعيشية للأسر ومستوى الفقر ستنظم في الفترة من 8 من شهر يونيو وحتى 8 من سبتمبر القادم، ومن أجل التعبئة والحشد حول تلك العملية جاءت البعثة المشتركة لوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي ووزارة إدارة الأراضي لعقد لقاءات مع السلطات المحلية وقادة الرأي في إقليم البطحة. أهداف المسح: المواضيع التي ستطرح، الأساليب والوسائل المتبعة، والمناطق المستهدفة. كل هذا تم التطرق إليه من قبل أعضاء الوفد في هذا اللقاء. إن الإطار الخطير بداخل التربية، بداخل المستشفى، النوايا، أي شيء هو داخل والمشروط لها مصورة بمساعدة البنك الآلي. بحسب رئيس الوفد آدم حامد السلحاي، لقد مول البنك الدولي تدريب المئات من الأفراد الذين سيقومون بإجراء العملية، وسيتم توزيعهم بالأقاليم خلال الأسبوع القادم. حاكم إقليم البطحة علي آدم عبد الله الذي ترأس المناسبة طلب من المسؤولين وقادة الرأي المساهمة من أجل إنجاح العملية، مؤكدا أن نتائج هذا المسح ستشكل قاعدة بيانات تنطلق على أساسها عمليات الحكومة وشركائها في سبيل مكافحة الفقر بالبلاد. يذكر أن الحملة الرابعة للمسح العام حول الظروف المعيشية للأسر ومستوى الفقر في البلاد يمولها البنك الدولي، ويقوم بتنظيمها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديموغرافية. التقى صباح اليوم عمدة الدائرة الخامسة محمد صالح موسى مع المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة شارحا لهم أهم ما جاءت به الجمهورية الرابعة لصالح المعاقين ومكانتهم في المجتمع. تقرير حسين النور يوسف. بعد أن كفلت حقوقهم كليا في الدستور الجديد للجمهورية الرابعة، المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة يجيء هذا اللقاء الذي جمع عمدة بلدية الدائرة الخامسة محمد صالح موسى مع ذوي الاحتياجات الخاصة بالدائرة
وخلال اللقاء تطرق العمدة إلى سرد بعض البنود التي تكفل حرية وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الدستور الجديد للجمهورية الرابعة، مؤكدا بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع. في شغل المرنة فوق في الفورم ده وسينا ملازة كفر لبرسون انديكابي ده اسوشيشن وادي مجرم نساء، قلنا كان كده خلينا نسوي برنامج ونجي لكم ونسبيكو لكم. أنينا خرجنا في فورم ناسيونال انكليزيف ده والدوليانس انا بيرسون انديكابي الطلبو فيو كتنا فورم ده كله خرج مارك فوق شنو ده كله واجب نو كنت. وعقب ذلك قدم رئيس جمعية المؤاقين بلاسين جزار شكره العميق إلى السلطات العليا بالبلاد وكذا المسؤولين بالدائرة الخامسة، مضيفا أنهم بحاجة ماسة إلى إتاحة فرص العمل لهم، داعيا أتباعه إلى التماسك والعمل جنبا إلى جنب من أجل أن يكون لهم دور فعال في المجتمع. شهد مركز المنى الثقافي صباح اليوم مؤتمر نقاش من قبل أحد الأساتذة بجامعة إنجمينا حول الأحداث التاريخية التي مرت بها البلاد منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا، وصى حضور كبير من المدعوين. تقرير بحر الدين عبد الشافي الدود. هذا المؤتمر النقاشي الذي أقامه أستاذ التاريخ والباحث بجامعة أنجمينا دنغمنيال أرنو بعنوان العلاقة بين الكنيسة الإنجيلية والسلطات الإدارية في الدولة منذ عهد الاستقلال في الستينات إلى يومنا هذا، مستعرضا حديثه بأن رجال الدين المسيحي ساهموا بشكل كبير في الاستقرار الاجتماعي والتربوي وخاصة في عهد الرئيس إدريس ديبي إتنو، حيث دعموا سياسة الحكومة عبر الإرشادات الكنسية والمؤتمرات والمخيمات الشبابية، وهذا مما ساهم في مجال تطوير الخطة الوطنية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. واستطرد المحاضر بأن الحكومة من أولوياتها البحث عن السلام والاستقرار واستدباب الأمن والسعي إلى وحدة الصف بين أبناء الوطن. وفي نهاية المؤتمر النقاشي قدم الحاضرون أسئلة واستفسارات كلها تصب في صلب الموضوع، مما حفز المحاضر للرد عليها بإسحاب. نظم صباح اليوم مركز التفكير والتوجيه من أجل ترقية الاقتصاد الوطني، نظم حملة توعوية حول أهمية دفع الضرائب للبلدية. تقرير آشا أحمد دوكي. الضرائب هي الإيرادات المالية التي تدخل في الخزائن العامة للمؤسسات لأجل رفع الاقتصاد الوطني وتزيد مستحقات العاملين في الدولة لتحريك الميزانيات في مختلف الإدارات. هو مفاد هذه الحملة التوعوية حول أهمية دفع الضرائب للبلديات والتي بادر بها مركز التفكير والتوجيه من أجل ترقية الاقتصاد في تشاد. الالتزام بدفع الضرائب والبعد عن الرشاوي، هذا ما دعا إليه الأمدة النائب الأول لبلدية الدائرة الثانية. لازم population القاعدة تفهم بشيء البسيط القاعد يدفو عن الامبو عن التاكس ده، بس الكومين تخلي تنقل كاريبو تقول شواري ترفع وسط كان شيء ده ما في ده ما الكومين ما بتقدر تخلي. رئيس مركز التفكير والتوجيه من أجل ترقية الاقتصاد في تشاد قال إن المركز يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقافة دفع الضرائب لدى المواطنين. هذه الحملة التوعوية تصحبها عدة أنشطة دعمها من السفارة الفرنسية بالتنسيق مع الإدارة العامة للضرائب. تواصل مؤسسة القلب الكبير بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تقديم المساعدات الغذائية للطبقات الضعيفة والمحتاجة. تقرير ابتسام موسى وقراءة زينب أحمد عبد الله. ما زالت تتواصل عملية توزيع المعن الغذائية التي تقدمها مؤسسة القلب الكبير عبر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث تم توزيع هذه المعونات إلى الجهات المخصصة لها من النساء والأيتام والأرامل وفق الخطة المعدة لها. وتتكون هذه السلة الغذائية من السكر والزيت والأرز والدقيق إلى مركز دار المؤمنات. هذا وقد عبر المستفيدين عن سرورهم وقدموا الشكر لرئيسة مؤسسة القلب الكبير على عطاء المتواصل. الله يأجرك، الله يحط لك في ميزان السالم. الله يأجرك، الله يحط لك في ميزان سادانا. الله يبارك له ما شاء الله، الله يجزي ميزانه. الله انا مريض قلبي ما له انتم. الشيخ محمد عبد الله مشيرا في حديثه في الدورة الكبيرة التي تقوم بها مؤسسة القلب الكبير من العطايا للشرائح الضعيفة. ولذلك في إطار توزيعات الإفطارات وصلنا إلى هنا بإذن الله تعالى، نوزع هذه الإفطارات
بصورة جافة وكيس للصائم. وأقول لمؤسسة القلب الكبير السيدة الأولى هند دبي بأن الأمانة نقلت إلى هذه الخلوة بصورة عادلة. ومن ناحية أخرى تم توزيع مجموعات من السلات الغذائية إلى مجموعات أخرى من الضعفاء والمساكين والمحتاجين في مدينة كارل، إضافة إلى تنظيم إفطار صائم جماعي بإحدى خلاوي بمدينة كارل وحي فرشة. شهد معهد الجوني تيجاني محمد الأول حفلا لتوزيع الجوائز للفائزين في جائزة خادم القرآن الشيخ الجوني تيجاني محمد الأول في القرآن الكريم. جرت المناسبة بحضور مدير شؤون القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور بكر ولر مدو ممثلا للرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. تقرير حسب الكريم محمد سعيد أنبسحين. ربع قرن من الزمان والأحد باقي مع القرآن، جائزة قادم القرآن الكريم الشيخ الجوني تيجاني محمد الأول تواصل الأطاء، فبأي من الذكر الحكيم استحلت المناسبة الإيمانية؟ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. تلاها كلمة المعهد والتي قدمها مديره الجوني بابا جنا تيجاني محمد الأول، والذي كشف عن المستجدات في النظام الجديد للمسابقة، وهي أننا استحدثنا نظاما جديدا هذا العام. أجرينا تصفية أولية للمتسابقين قبل بداية المسابقة، لذلك على الجهات المرشحة في الأعوام المقبلة إن شاء الله أن تجري تصفيات أولية هي الأخرى، ويرفع لنا أحسن من عندهم من المتسابقين. أما الخبر اليقين فأتى به رئيس لجنة التحكيم الجوني حسين تيجاني محمد الأول، والذي أعلن عن المتفوقين في حفظ كتاب الله رغم تباين النتائج، إلا أنه برز من بين المتسابقين الطالب خليل خضر عجب الدور بالمركز الأول بالفرق الأول بنسبة نجاح وصلت 99%، فيما برزت من النساء توما عمر أبكر بالمركز الأول بالفرق الأول بنسبة نجاح وصلت 95%، لتأتي الكلمة الختامية كلمة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والتي قدمها مدير شؤون القرآن الكريم بالمجلس فضيلة الشيخ أبكر ولرمدو، الذي أثنى على الجهود المبذولة في خدمة كتاب الله داعيا على أهمية تعليم البنات لكتاب الله. وإليه أهدي قول رسول صلى الله عليه وسلم: من كان له بنتين أو ثلاث أو أختين أو ثلاث علمهن وأدبهن وأحسن تربيتهن ثم زوجهن كنت معه كهاتين في الجنة. هذه تهنئة نبثها لكم باسم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وبالدعاء والتضرع إلى الله اختتمت النسخة 25 من جائزة خادم القرآن الكريم الشيخ الجوني تيجاني محمد الأول دورة عام 1439. ضمن الأنشطة الخيرية الإنسانية لعام زايد، فقد نظمت السفارة الإماراتية لدى البلاد إفطار صائم جماعي بالدائرة الخامسة بتمويل من الخيرين من أبناء الإمارات. تقرير محمد حسن أدم. ما زالت تتواصل أطاءات أهل الخير من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مشروع إفطار الصائم لرمضان 2018 وتوزيع المساعدات الغذائية، حيث نظمت سفارة دولة الإمارات العربية لدى البلاد إفطار صائم جماعي بحارة أم رقيبة بالدائرة الخامسة، وذلك مواصلة لأنشطة عام زائد الإنساني وبتمويل من الخيرين والجهات المانحة من دولة الإمارات. كما شكر بعض من المستفيدين أصحاب الأيادي البيضاء على وقوفهم الدائم بجانب أخوانهم التشاديين خلال شهر رمضان المبارك. جمعية أدارة البر الإسلامي اللي في إماراتي ولخدمتهم لسفارة في إمارات، جزاهم الله ألف خير بدعم إفطار الصائم، وصراحة شيء مرة حلو. جزاكم الله ألف خير. للتذكير فإن السفارة ستواصل أنشطتها الخيرية والإنسانية طيلة أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بغية مشاركة المحتاجين والضعفاء فرحة هذا الشهر الكريم. نظم مساء أمس أبناء إقليم مندول بالعاصمة تنجمين مأدبة عشاء على شرف ابنهم الذي عين مزيرا في حكومة الجمهورية الرابعة. تقرير ياسر محمد أحمد.
بعد تعيينهم في السابع من مايو في ظل الجمهورية الرابعة، حيث نظم أبناء إقليم مندول مأدبة أشاء على شرف تعيين أبنائهما على مناصب وزارية، والمتمثلة في وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي إيسا دوبراي ووزيرة المهن الصغيرة مجيجانا باجاريت. في كلمته عضو المكتب السياسي للحركة الوطنية للإنقاذ دكتور غومباي جايبي قال إن هذه الخطوة تعد تشريفا لأبناء إقليم مندول بصفة عامة، وذلك حسب ثقة رئيس الجمهورية ونظره لهذا الإقليم بصورة إيجابية. وزيرة المهن الصغيرة هي الأخرى قدمت شكرها لكافة أبناء الإقليم على تكريمهما وتنظيم هذه المناسبة، كما أثنت على فخامة رئيس الجمهورية على الثقة التي أولاها إياهما لتعيينهما على قيادة هذين الوزارتين، وأنها لم تدخر جهدا في سبيل خدمة الوطن والمواطنين. لمنا في باكاندا اليوم هنا رانا عندنا مينيستر تنين شكرنا président de la République a lui confié l'ENA gestion à la ministère Tinen في 4e République الجديد. إن حكومة الجمهورية الرابعة تميزت بسمات عدة من الحكومات السابقة، وذلك لأنها عملت على تصحيح النفوذ وتحزيبها بأداء يمين القسم، دلالة على صفاء النفس والابتعاد عن الصغائر. قدم صباح اليوم رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية حديثا صحفيا بمناسبة منح 3 رياضيين منح رياضية من قبل لجنة التضامن الرياضي. نتابع أهم ما جاء في حديثه. عندنا يعني خبر مهم ودورنا اللي نقدمه للمفهوم سبورتيف اليوم. خبر ده في شنو؟ في النية هنا المفهوم سبورتيف تشادين هنا كوميتي أولمبيك وسبورتيف تشادين عشان نلقوا الكاليفيكاسيون في جوز أولمبيك هنا طوكيو في سنة 2020 الجاي. قدمنا سألنا 12 بورس للسبورتيف تشادين في 6 فيدراسيون وبعد اتويت هنا تكنيسي هنا سوليداريتي أولمبيك قدموا لنا رسالة لقينا عند يامادا قصدوا لنا في 4 بورس جيدو أنتونا البورس تنين وعد أنتو لمم نلوم ديموس هي جيدو كاتاجينا تشارك في الكاتيجوري الناقص من 70 ووايت للإيسا إبراهيم ساني هو الجودوكا يشارك في الكاتيجوري ناقص من 60 وفي الأتلتيزم أنتونا بورس وايت لأحمد باشير هو يمشي في فرنسا في روان في سنتر أنا كوميتي أولمبيك أنا فرنسا في هناك يمشي يخدم عشان يفتش الكاليفيكاسيون وأربعة هنا بورصة جينا لجينا في الفيدراسيون هجينا هنا تيرا لارك ده قدموا لي أورتو ماريز هي البيت هي كمان واجب السنة تقدم في البكالوريا عشان ده أباتا قالوا بنيتهم ما تقدر تمشي في السنتر هنا تيرا لارك في سويس عشان يدوروا هي تقول تباسي الإكزامي هنا في دا هنينا قبلنا كتمنا للسوليداريتي أولمبيك ويقلنا شيئا صعب مع الأباطة يقدروا يساعدونا عشان ننتو البورس لوكال عندما قدمنا كي نقولوا للسوليداريتي أولمبيك الحمد لله سوليداريتي أولمبيك كل خاصة دونك في الكا حقا هي دا البورس دا يرسلوا ديريك في كونتانا هي تستخيلا وهي ترسل الرابور فينانسي للسوليداريتي أولمبيك. هذا كل ما لدينا التساعة من أخبار المحلية، أشكركم على طيب الانتباه والمتابعة، دمتم في أمان.